ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا كما هو معلوم كنا اليوم في اول يوم من الدورات التكوينيه التي تنشطها مؤسسه في امر بالتعاون مع قناه الامير تي في الافتتاحيه. وبالفعل يعني كنا اليوم في هذا اليوم الذي استفدت منه كثيرا. يعني هناك بعض المعلومات التي كانت غائبه عنا واستفدت منها وكانت هناك معلومات اضافيه وجدت لنا ذلك من خلال التجربة وخبرة المسلمين. إذا كانت الدورة حقيقة كنا دائما نقول بأن توفرت دائما هناك الإرادة وتوفرت هناك الإرادة دائما ستصل المعلومات على أحسن ما يرام هو فعلا ما كنا اليوم في صدده.